بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أبنائنا الطلاب، طلاب مدرسة أنجال الصفوة الأهلية القسم الابتدائي. يقدم لكم مادة لغتي للصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، وذلك من خلال منظومة التعلم عن بعد ليوم الاثنين الموافق 20 من شهر شعبان لعام 1441 هجريا. نبدأ مع بعض يا أبنائي على بركة الله الوحدة الثامنة، وحدة البحار والمحيطات، ونكمل معا الدرس الأول من هذه الوحدة وهو درس الأحياء البحرية. نكمل بقية الدرس قراءة ونكمل معا تدريبات الدرس. تأمل الصور التي ظهرت أمامك على الشاشة، ثم اذكر اسم الحيوان الذي يظهر فيها. عندنا أربع صور يا أبطال، ما شاء الله، الله يحفظكم جميعكم، تجيبون أحسنتم. هو قنديل البحر، وقنديل البحر كائن بحري معظم وزنه من الماء، ويكاد لا يرى في الماء، يعني عندما تكون في البحر أثناء رحلة مع والدك ونزلت إلى الماء تكاد لا تراه بعينيك لأنه كائن شفاف. تأمل النص ثم استمع إلى قراءته قراءة صحيحة لتتعرف على المفردات والمعاني التي وردت في هذه الفقرة. قنديل البحر وهو حيوان شفاف ليس له رأس، يشكل الماء نسبة عالية من وزنه. كما سمعتم، قنديل البحر وهو كائن بحري وهو حيوان شفاف، أي لا تستطيع أن تميزه بسهولة من خلال الماء. ليس له رأس كبقية الكائنات، ووزنه أكثره من الماء. نكمل مع بعض يا أبنائي. وهناك كثير من المخلوقات الغريبة العجيبة التي تعيش في البحار والمحيطات، فما أعظم قدرة الله وما أبدع صنعه في خلقه. إذن ليست الكائنات التي ذكرت في هذا النص هي التي توجد في البحار والمحيطات فقط، ولكن هناك الكثير من المخلوقات غريبة الشكل والعجيبة التي تعيش في البحار والمحيطات، والتي تدل عندما نتأملها ونستمع إلى أسمائها على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله خلقها وأبدع صنعه عز وجل مختلفة الأشكال والأحجام والألوان، فسبحان الله خالق كل شيء. ننتقل بعد ذلك يا أبنائي إلى المفردات التي وردت في النص. مرادف المفردات الآتية كلمة عجيبة وكلمة أبدع. كلمة عجيبة المرادف مدهشة، كلمة أبدع المرادف أجمل. فما أبدع أي ما أجمل أو ما أحسن. ننتقل إلى مضاد المفردات التالية. مضاد كلمة شفاف، أحسنتم، معتم. مضاد كلمة عالية، منخفضة أو صغيرة، أحسنتم، كلمة أعظم. المضاد أحقر، أحسنتم يا أبنائي. ننتقل بعد ذلك إلى مفرد المفردات أو الكلمات التالية. كلمة مخلوقات مفردها مخلوق، أحسنتم، المحيطات مفردها المحيط، البحار مفردها البحر.
أحسنتم يا أبنائي بارك الله فيكم. ننتقل يا أبنائي بعد ذلك إلى تدريبات الدرس، وسنتناول في هذه الحصة جزءا من تدريبات الدرس الأول. أولا أسئلة الفهم والاستيعاب، أولا أجيب شفهيا عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول: لماذا سمي نجم البحر بهذا الاسم؟ أحسنتم يا أبطال، أسمعكم تجيبون لأنه يشبه النجم، أحسنتم بارك الله فيكم. السؤال الثاني: ما الحيوان الذي نراه على شكل شجرة ويأتي على ألوان مختلفة؟ أحسنتم يا أبناء، هذا ورد في النص، أحسنتم، هو حيوان المرجان. السؤال الثالث: اشتهر سكان الخليج بصيد حيوان بحري فما هو؟ المحار، أحسنتم يا أبنائي. ما الحيوان الذي يعرف بأبو مقص؟ سرطان البحر. ننتقل بعد ذلك: ما الذي يميز الأخطبوط عن غيره من الحيوانات البحرية؟ أحسنتم، أن له 3 قلوب و8 أذرع، أحسنتم يا أبنائي. السؤال التالي: ما اسم الحيوان الذي ليس له رأس؟ أسمعكم تجيبون، أحسنتم، قنديل البحر. السؤال التالي: اقترح 3 عناوين أخرى، وكما تعودنا أن هذا السؤال مطروق لكم تجيبون عليه حسب فهمكم للنص. ننتقل بعد ذلك إلى الجزء التالي من التدريبات: أتعرف صورة الحيوان البحري ثم أصله بما يميزه عن غيره كما في المثال. أمامنا مجموعة من الصور وأمامنا مجموعة من المعلومات. الصورة الأولى: عندنا نجم البحر له 5 أذرع، هذا القرش، أحسنتم، من الحيوانات البحرية الضخمة، أحسنتم. الصورة التالية: يعيش داخل صدفة، أحسنتم، هو المحار، من أطول الحيوانات البحرية عمرا، السلحفات، أحسنتم، والدولفين صديق الإنسان، أحسنتم، وأحسنتم يا أبطال، له 3 قلوب الأخطبوط. ننتقل إلى السؤال التالي: أكمل الفراغات في الخريطة الذهنية الآتية بما يناسبها من النص. أهم الكائنات الحية التي تعيش في البحار والمحيطات. عندنا فراغات في هذه الخريطة أو في هذا المخطط، نكمل الفراغات بأسماء بعض الكائنات البحرية، ثم في الأسفل عندنا فراغات لصفات بعض المخلوقات نكملها على حسب تذكرك لهذه الصفات من النص. قنديل البحر حيوان ليس له رأس، عندنا السلاحف، وعندنا سرطان البحر، وعندنا المحار، وعندنا بعد المرجان والأخطبوط والأسماك ونجم البحر. قنديل البحر حيوان ليس له رأس، السلاحف أطول الكائنات البحرية عمرا، سرطان البحر ويعرف بأبو مقص، المحار يعيش في صدفة، المرجان على شكل شجرة ذات ساق سميكة، الأخطبوط له 3 قلوب و8 أذرع، الأسماك متعددة الأنواع والأحجام، نجم البحر يشبه النجم. أحسنتم يا أبنائي، ننتقل إلى السؤال التالي: أنمي لغتي، أختار المعنى المناسب ثم أضع علامة صح في الدائرة المجاورة. الصدفة وعاء رقيق يغطي أجسام بعض الحيوانات البحرية، أم وعاء صلب يغطي أجسام بعض الحيوانات البحرية؟ أحسنتم يا أبطال، وعاء صلب، بارك الله فيكم. كلمة يهبط ينزل من أعلى إلى أسفل، أم يصعد من الأسفل إلى الأعلى
أحسنتم، بارك الله فيكم، ينزل من أعلى إلى أسفل، بارك الله فيكم. ننتقل إلى السؤال التالي، أكتب الضاد الكلمات الآتية، مضاد كل كلمة، سيظهر عندنا كلمة صديق المضاد، ممتاز، اسمكم تقولون عدو، بارك الله فيكم، سميكة، رقيقة، الأحياء، الأموات، أحسنتم، تعيش، أحسنتم، تموت. ننتقل إلى السؤال التالي، أقرأ النص وأستخرج منه ما يأتي، كلمة مفردها اتجاه أي سنأتي بالجمع، كلمة جمعها أجسام سنأتي بالمفرد، كلمة مثناها مقصان سنأتي بالمفرد من مقص، كلمة معناها ينزل نأتي بالكلمة من النص الأصلية، كلمة مذكرها حي نأتي بالمؤنث في آخرها تاء مربوطة، كلمة مؤنثها عجيبة نأتي بالمذكر. نتبع معا، اتجاهات، أحسنتم، جسم، مقص، يهبط، حية، عجيب، أحسنتم يا أبنائي. أكمل خريطة الكلمات الكلمة الآتية، وهذا هو الجزء الأخير في التدريب معنا، كلمة متشابهة، هذه الكلمة ضدها مختلفة، المرادف، متماثلة، أحسنتم، هذه الكلمة اسم أم فعل؟ طالما الكلمة تنتهي بالتنوين فهي اسم، الكلمة ندخلها في جملة من عندنا أو في جملة من تركيبك أنت، الأسماك متشابهة الشكل، هذه الجملة نوع الجملة، أي بدأت هذه الجملة باسم أم بفعل؟ بدأت بكلمة الأسماك، وكلمة الأسماك تبدأ بأل، والكلمات التي تبدأ بأل هي دائما اسم، فإذا هذه الجملة تسمى جملة اسمية. وبهذا أبنائي نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من مادة لغتي للصف الثالث الابتدائي، شكرا لكم، وإلى مع وعد بلقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.